دائمة، لكن لو احنا سيبنا من غير جراحة ومن غير خيوط بعد 5 سنين الجلد ده هيبقى الدبل. لماذا نترك أنفسنا حتى نصل إلى مرحلة مش جيدة؟ مكونات البوتوكس أساسا طبيعية، وده اللي خلاه في مرحلة الأمان التام. لازم نبقى عارفين تماما إن الأمان التام يأتي بإن أنت تبقى متخصص وفاهم أنت بتحكي. الأستاذ الدكتور حسام سيد مصطفى، استشاري جراحة التجميل، عضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل، عضو المنظمة العالمية لجراحة التجميل، المدرب الدولي للخيوط الفرنسية. أهلا بكم. بالأمس القريب كان هناك في ليل القاهرة الساحر، يعني نجم ساطع، هو المؤتمر الأكاديمية الدولية للخيوط، المؤتمر الدولي الأول للأكاديمية الدولية للخيوط. الحقيقة جمع نخبة هامة جدا من جراحين التجميل المصريين، وأيضا من المهتمين مش بس من مصر، من خارج مصر. قصة كانت كبيرة جدا ومهمة جدا. لفت نظري في أولا في فعاليات هذا المؤتمر انه يعني كل الماسترز وكل سادة الخيوط في مصر تجتمعوا في مكان واحد، الوركشوب، العمل الجماعي ونقل المعلومات لكل الاجيال وكل المهتمين اللي شاركوا كان شيء مفرح للغاية. احنا بصدد واضح جدا، احنا بصدد مستقبل يعني التعليم الاكاديمي ونقل الخبرات، وخصوصا في اشياء يمكن مش موجود نقل الخبرات فيها غير في النوعية دي من التجمعات الطبية، نوعية المؤتمرات اللي بتحتوي على وركشوب. ده أعتقد أنه هيكون شيء مهم جدا في المستقبل، لأنه هذه الوسيلة الوحيدة لنقل الخبرات في السبسبيشاليتي الخاصة جدا دي. النهاردة ضيف العزيز هو طبعا كان أحد نجوم هذه الحدث المهم جدا، بل أنه أعتقد أنه شال على عاتقه جزء كبير جدا من العمل التجهيزي، عمل داخل الوركشوب، يعني أعتقد أنه تعب جدا جدا، ويحكي لنا هذه القصة الناجحة، القصة المبهرة اللي احنا رصدناها حتة بحتة. هتشوفوها معنا النهاردة، هتعايشوا معنا المؤتمر كله النهاردة. ضيف عزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع وسوبر ستار جراحات التجميل الأستاذ دكتور حسام سيد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا عيب. واضح عليك التعب والإرهاق بعد بص يا عيب، أنا هقول لك على حاجة، يعني أولا يعني إن أنا أشيل على عاتقي حاجة، لا، هو إحنا كنا إحنا الأربعة، إحنا الأربعة، وكان الجهد الأربعة دول اللي هم مين عشان بس الناس تبقى عارفينه؟ الدكتور حسام سيد، من دون أسماء بقى، الدكتور حسام سيد، الدكتور هاني نبيل، الدكتور عمرو نجالي، والدكتور باسم زكي. أربعة من نجوم جراحة التجميل في مصر. يعني بعيداً عن إن إحنا نجوم وكل حاجة، يعني بعيداً عن الجملة دي، يعني لكن إحنا الأربعة المدربين الدوليين للخيوط على مستوى العالم. للأربع خيوط العالمية الكبار، فدي أول بلد في العالم فيها أربع مدربين للأربع خيوط. وطبعا انا اتشرف ان الاربعه اصدقائي جدا طبعا، يعني وعشت عمره كله الاربعه، يعني حبايبي جدا جدا جدا. ففكره الاكاديميه دي موجوده، كانت عندنا بقى لها فتره، والحمد لله نجحنا في ان احنا نعمل القصه بتاعت الاكاديميه دي، وكان الهدف منها ان احنا ما نعملش مؤتمر، واحنا ما عملناش مؤتمر، احنا عملنا ورش عمل متكامله. ما انت لما جيت قلت لي يا عم دي ورش، ده الدنيا كانت زحمه قوي، ورش 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 ورش، ايه ده؟ بص احنا كان عندنا 3 قاعات، وكل قاعه بتشتغل من 9 الصبح او من 8 الصبح اكشلي لحد 9 بالليل، كلها ورش عمل، مش بس خيوط، لانها خيوط والمواد المالئه الفيلر، فكانت عباره عن 72 ساعه عمل. واحنا واخدين حاجه من الاتحاد الاوروبي، احنا واخدين من الاتحاد الاوروبي حاجه اسمها الاكريديتيشن، والاكريديتيشن دي حاجه مهمه جدا. احنا بناخد عدد ساعات حوالي 15 ساعه، وبالتالي البلوره يمكن احنا شايفين دلوقتي الحضور. السج رائع جدا. لا كنا عاملين حاجة اسمها كات ووك، زي الفاشن شو كده، بحيث ان الدكتور عقبال ما يطلع يوصل للنص عشان يقدر يكلم الاودينس كلهم، يلاقوا ان هو قاعد في وسط القاعة نفسها.
الجزء بقى المهم جدا ان انتوا لعبتوا دور في السياحه العلاجيه وفي ان انت جبت كام واحد من العالم من بره؟ 26 ترينر دكتور لكل حاجه سواء كان المواد المالية او الخيوط او حاجات تانية كانت موجوده برضو اجهزه ليزر و من كام دوله ال 26؟ حوالي 12 ل 14 دوله. احنا كان عندنا حاجه لطيفه جدا ان الاتندنس بتاعنا او الناس اللي جت حضرت 810 دكتور مهتمين بهذا الموضوع وده رقم عظيم. كان عندنا 256 دكتور من بره جايين يحضروا الوركشوب. خلي بالك الحاجات دي بره عشان تحضر واحد من الناس ال 26 انت هتضطر تدفع مبلغ وقدره عشان تروح تقعد 3 ايام 4 ايام في البلد اللي هو فيها علشان تاخد هذا الموضوع. لما تكون عندك هذا القدر من الترينرز وبرقم مش موجود خالص يعني مش موجود على الساحه فكان عندنا كميه ترافيك او كميه ناس كتيره جايه من بره عشان تحضر الناس دي اللي هي مش عارفه تروح لها بره بمواعيد ومش عارفه تروح لها بره بفلوس. لا كان الموضوع مختلف خالص. مكاسب عديده جدا من ضمنها التقنيات الحديثه. ايه التقنيات الحديثه اللي في الخيوط اتطرحت في المؤتمر؟ يعني خلينا نخرج من قصه ان المؤتمر كان خيوط او الورش العمل كانت خيوط بس لان احنا كنا بنتكلم على 5 خيوط عالميه و 11 شركه مواد مهلئه. كل واحد فيهم كان عنده تكنيك جديد وكان عنده برودكت جديد وكان عنده حاجات متنوعه. احنا ما شفنا كل حاجه ممكن تشوفها في خلال اي مؤتمر خلال 6 اشهر موجود في اوروبا. فما فيش مؤتمر في اوروبا خلال 6 اشهر جايين هيعرض اكتر من اللي اتعرض بالتقنيات الحديثه اللي كانت موجوده في طرق الحقن او طرق او المواد الجديده اللي نزلت او الـ طريقه عمل الموضوع. فاحنا وفرنا حاجه احنا نفسنا لما هنطلع مؤتمرات ال 6 اشهر جايين مش هنشوف حاجه اجدد من اللي احنا شفناه. ايه اللي انت السنه دي ركزت عليه وانت بتعلمه ليه اللي انت درست لهم تلامذتك اللي قعدوا يتفرجوا عليك ما اماكن وانواع خيوط بيشتغلوا ولقيت انه يمكن هما الناس اللي جايين اللي يتعلموا مش ما كانوش عارفين يعني كانت مفاجاه بالنسبه لهم ان الخيوط تقدر تعمل ده وان الاماكن هنا ممكن. بص انا مدرب الدوري للخيوط الفرنسيه فكان عندنا ورك شوبس كتير سواء كانت على الستيج او في غرف الورش العمل. احنا كان اهم حاجه هي الطريقه اللي تبقى اسمها ذا ايزي واي فور ذا بيجنرز. اولا احنا مش هم اللي مش تلامذه هم زمايلي ودكاترتي ودكاتره اصغر مني سنا معلش عشان انا كبير شويه عجوز لكن هم انا هم جايين عشان ياخدوا الاحسن وهم عايزين يرفعوا قدرتهم على ان هم يدوا للمريض احسن نتائج. فكانت الوظيفه الوحيده ازاي تديله الانترودكشن بتاعه ازاي يدخل الخيط بتاعه ازاي يشده كويس ازاي يبقى عنده التخيل او الايماجينيشن ماذا سيحدث بعد وضع الخيط وشده. مش بس كانت هي دي القضيه ان كانت البرزنتيشن اسمها ذا واي اوف سكسس او طرق طريقه النجاح او طريق الى النجاح. مش ان انا ادخل خيط واخرجه واشده ابقى انا خلاص وصلت للي انا عايزه. لا هو لازم يبقى عندي ايماجينيشن وكن كان في انتر اكشن بيني وبين الدكاتره كلهم بكل حاله كنا بنعرضها قبل ما بنشتغلها بنقول طب لو حطينا هنا طب لو زودنا هنا طب ايه رايك لو شدينا هنا كل حاله مختلفه عن الاخرى. فكان الانتر اكشن ده هو ده المهم ان مش كل الناس عباره عن استامبه واحده مش كل الجلد استامبه واحده ومش كل الدهون استامبه واحده فكان لازم الانتر اكشن ده كان لطيف جدا. عايز اتكلم على برضو يعني الست المصريه دلوقتي اللي عايزه تعمل خيوط تستفيد من ايه؟ يعني الاماكن النضاره شهاده التجاعيد احنا قتلنا هذا الموضوع طبعا. لكن النهارده بقى عندنا بالنسبه للسيده المصريه الخيوط بقى ليها وضع عالمي بقى ليها وضع موجود في العالم كله بقى معترف بيها بالعالم كله انها بتدي نتائج مبهره. فاللي بيدي نتائج مبهره ده لازم يبقى مصنفينه لجزئين، الجزء الاولاني هو خيوط النضاره والجزء الثاني هي خيوط الرفع او الشد. خيوط النضاره دي خيوط موجوده على مستوى العالم وموجوده بانواع كتيره وشركات كتيره منهم الخمس شركات العالميه. خيوط الشد تختص بيها اكتر الاربع شركات العالميه ان عندها قدره الخيط على انه يشد. يبقى في نوعين من الخيوط، خيوط الريجوفينيشن وخيوط الليفتنج. خيوط الليفتنج او الشد دي مهمتها انها تشد بشكل قوي جدا تديني قد 60-65% من الجراحه. فبالتالي بتوفر داون تايم ان العيانه ما بتحتاجش تعمل عمليه جراحيه
بتوفر ان احنا الريكفري بتاعها اسهل بكتير، ما بيخش 3-5 ايام. نزولها للشغل ممكن يبقى من تاني يوم، بتديني نتائج انا شايفها انها مرضيه لاغلب العيانين بتوعنا. هروح تاني بره الخيوط، ايه تاني اشتغلته فين؟ انت قلت لي الموضوع ما كانش خيوط بس، كان في حاجات تانية طبعا. المواد المالئه، المواد المالئه او الفيلرز، الفيلرز دلوقتي بقت عباره عن اكاديميز كتيره. صحيح هو الفيلر كله عباره عن حاجات معينه معروفه اللي هو الاتش اي، لكن كل تكنولوجي هيالورونيك اسيد، هيالورونيك اسيد، لكن كل تكنولوجي بقى اعلى من التاني، وكل شركه بتنافس على التكنولوجي بتاعها يبقى الطف. وصلنا ان في بادي فيلر دلوقتي او مواد مالئه للجسم كانت موجودة، بس دلوقتي التطور بتاعها بقى فيه مواد مالئة للجسم واضحة وصريحة. بتديني هي الاتش اي او الهيالورونيك اسيد. زمان كانت المشكلة ان كان في ناس بتستخدم للبادي حاجة اسمها بايو الكاميد او حاجة كده، ودي كانت دي مشكلة انها بيرمننت فبتسبب مشاكل بعد 3-4 سنين. دلوقتي اللي بقى موجودة دي مواد مالئة للجسم بتقعد حوالي سنة ونص، بتديني الشكل اللي انا عايزه، بس في نفس الوقت بتقعد سنة ونص. وده ما كانش متوفر قوي. لكن التكنولوجي بتاع الفيلرز نفسها بقت مختلفة كتير، بقت أحسن، بقت أهم من أهم الحاجات اللي احنا شايفينها. إن بقى في فيلرز معينة للميدل إيست، شفت أنت الجديد ده؟ إيه ده بقى؟ طيب أنا هقول لك على حاجة. الفيلر ده عبارة عن هيالورونيك أسيد. الهيالورونيك أسيد ده يعني لو يعني بسطناه هو عبارة عن سكر. الديورابيليتي أو قدرة التحمل بتاع الفيلر، لما كنا بنشوف الفلاير بتاع الفيلر يقول لك لا ده بيقعد 12 شهر، ده بيقعد 10 اشهر. كانت ست تقول لي ليه انا بيروح عندي بعد 7 اشهر؟ ليه بيروح بعد 8 اشهر؟ ليه بيروح بعد 6؟ فكان دايما الاجابه احنا عندنا بنشرب ما بنشربش ميه كتير في الاول، ما بنعملش ما اعرفش. لكن مع دراسات والابحاث كلها اتضح ان احنا ليه العيانه بتاعت اوروبا بتقعد 10 و12 شهر وساعات شهر واكتر من سنه، وليه عندنا ما بيقعدوش اكتر من 8-9 اشهر؟ علشان الحراره بتاعه الاجواء اللي احنا عايشين فيها بتساعد على تكسير الفيلر بشكل مستمر على مدار الوقت اللي هو محطوط فيه. فبقت الشركات بتعمل حاجه اسمها هاي ريزيستنت فيلر، يقاوم شويه الحراره دي عشان التكسير بتاعه يبقى اقل واضعف من التكسير في مقاومه الحراره. فبقى بالتالي بيقدر يديني فتره اطول. دي كانت من الحاجات اللي دايما عندنا ايه فيها ديبيت، هو ليه؟ علشان الحراره. فكان بدا يعمل حاجات مور ريزيستنت للحراره. طيب دلوقتي الصحه في العالم مش صحيحة، ترند كده واخد جزء كبير وانتوا اهتميتوا بيه قوي، اللي هو التجميل غير الجراحي، بس التجميل بدون الجراحة. طول ما انت بتلعب في المتوسط والبسيط انت مش محتاج توصل للجراحة. اول ما هتوصل لترهل فوق المتوسط انت مش هتقدر تعمل له حاجة، فهتفضل دايما الجراحة راحة. لكن طول ما انت بتلعب في المنطقة دي، والمنطقة دي منطقة خصبة ومنطقة واسعة كبيرة قوي، وعشان كده دايما بالنادي بقالنا 10-15 سنة لحد دلوقتي بالنادي بحاجة اسمها التوتال مينتننس، ان الحد لما بيبقى الكلاينت لما بيبقى عندها مينتننس ولو حاجات خفيفة بتعملها، حاجات بسيطة، حتى لو كان تقشير بسيط، حتى لو كان معاه شوية نضارة، بتدي دايما فرصة لجلدها ان هو يقاوم هذا الموضوع. لكن لما ما بتعملش مينتننس وفجأة تكتشف وتبص في المراية بيبقى الموضوع صعب. عايز اروح للخيوط وانواعها والمرضى، هل يعني هل لكل مريض نوع معين من الخيوط؟ مش لكل مريض، لكل مشكله ايوه نوع معين. ساعات كتيره من ضمن الخيط او من ضمن الشركه الواحده هم كلهم اذكياء، فمن ضمن الشركه الواحده تلاقي فيه 6 و7 انواع خيط جوه الشركه الواحده. كل خيط مناسب لحاجه معينه، كل خيط ليه وظيفة معينة. وساعات تلاقي شركات ليها خيط واحد تقدر تتعامل معاه في كل حتة، بس في نفس الوقت لازم تبقى ملاحظ ان الحتة دي هتشد فيها بعنف، والحتة دي هتشد فيها بأضعف، والحتة يعني في تكنيكاليتي وفي اشكال. في شركات بتسهل لك الموضوع على على شكل انواع من الخيوط مع اختلاف التكنيك، وفي شركات بتسهل لك الموضوع على انواع من التقنيات تقدر تعدل بيها كل حاجه. طب عايز اروح للتجاعيد واروح لاماكن الشد الموجوده في الجسم كله مش في الوش بس. بص بالنسبه للجسم احنا دايما كنا بنتكلم ان احنا ما زلنا في عصر التطور بتاع الخيط. بالنسبه للبادي
فدايما الدراعات هتدي 30-40%، الجسم هيدينا، البطن يعني ممكن تدينا 30%، لو المشكله شويه تجاعيد حوالين السره او الحاجات دي كلها، الفخذ من الداخل بيدينا شويه 30-40%، لكن ما اقدرش اقول العيان اكتر من كده. الجديد دلوقتي ان شاء الله هنقدمه في شهر 2 ان شاء الله. هو علاج، انا بشتغل عليه دلوقتي، هو مش علاج، هو علاج السيمتومز او علاج الاعراض بتاع الفيشل بولسي. الفيشل بولسي بالظبط. او يعني اللي هو شال الوجه ناتج عن التهاب العصب السابع. بالظبط. احنا انا بقالي شويه بشتغل عليه، وانت عارف انا بحب الحاجات دي، انا هشتغل على الحاجه وبعدين أقول. انا شفت حالات هشتغل عليها وبعدين اقول لك. احنا الحمد لله عندنا دلوقتي حالات كويسه متصوره، وبيفور وافتر وبعد شهر وبعد 3 اشهر عندنا نتائج احسن كتير في علاج العرض وليس المرض. طبعا ما نقدرش نعالج المرض، لكن الحمد لله احنا بنحاول، وان شاء الله هنطلع بيها ندي برزنتيشن بره كده نشوف الدنيا عامله ازاي. زي الفل. انا عايز اسال برضو عن حاجه مهمه، انتوا ليه غيرتوا في هذا المؤتمر؟ ما خليتوش نمطيه المؤتمر حواراته مش عارف الكلام ده كله، لا بقت ورش عمل كلها. اولا هو مش مؤتمر. يعني واحنا لما ابتدينا، وانا قلت لك الفكره الاساسيه بتاعتنا ان احنا عمرنا ما كنا عايزين نعمل مؤتمر. احنا الميزه ان احنا عندنا ناس كتيره، الناس الكتيره بتاعت التدريب دي او الترينرز للامانه عيمه. اسوأ فتره عليا انا او على اي ترينر في الدنيا لحاجه هي المحاضره. انا بقى واقف عمال بشاور لهم على على السكرين، بقول لهم وده بيحصل كذا وده بيحصل كذا وده بيحصل كذا. ففي العالم كله واجمل فتره عاده الشغل عاده لما عملنا ستاتستيك، وبره بيعملوا ستاتستيك، لقوا ان اكتر وقت فيه خمول للناس اللي بتتلقى المعلومه هو وقت ان هو يتفرج على كلام. بس ده مهم قوي انه يتفرج على البرزنتيشن الاولاني في اول 5 دقائق 10 دقائق، يفهم ماهيه القصه، ماهيه المشاكل، ماهيه الاناتومي او التشريحي للمنطقه دي. لازم يفهمه، بس ما يتعداش 10 دقائق. مش هقعد نص ساعه احكي له عن حاجه. طب ليه؟ انا ممكن اديها له في 10 ربع ساعه، لان انا بكلم برضو دكتور وبيشتغل بقاله فتره ففاهم ودارس اناتومي. فلقينا ان لما بتقلل هذه الفتره 10-12 دقيقه بتدي نتائج عظيمه جدا، ان انت تخش جوه المود بتاع ورشه عمل لمده 3 ساعات، تستغرق منها ربع ساعه فقط في الجزء العملي الجزء النظري، وتبدا تشتغل جزء عملي. عاده اي حد بيشتغل هاند ورك ما بيبقاش بيحب الجزء النظري كتير، بيبقى حابب ان هو يبدا يلمس بايديه ويحط ايديه ويشاور ويشوف. فهي دي المهمه. فعشان كده احنا ما كانش عندنا محاضرات، بس محاضره في الاخر هديك برزنتيشن بتاعي، وبعد ما اخلص البرزنتيشن هوريك الصور البيفور اند افتر، وهتبقى انت مبسوط قوي. هل دي فوتوشوب ولا دي حصل ده كويس بجد، ولا الكريديبيليتي او المصداقيه بتاعت الموضوع موجوده، بس مش قوي بقى. طب ليه؟ طب ما هي البيشنت موجوده الحمد لله، ونقدر نعمل ونشوف النتائج قدام عينينا. بعد ما جه 26 مدرب عالمي مصر عشان يشتغلوا من 14 دولة على الأقل، يعني مختلف دول العالم، منها أمريكية أوروبية، ودخلوا مصر وقعدوا في مصر واشتغلوا واشتغلوا على وانبسطوا وتفسحوا. أولا عندنا ريفيوز من كذا دكتور، ويمكن أنتم مصورين شوية. أولا هم ما شافوش قاعات زي دي، قاعات عرض. انا عندي واحد من اهم دكاتره العالم قال لي انا عمري في حياتي ما شفت قاعه عرض او دقع للستيج للدكاتره عشان تشتغل فيها ودكاتره تتفرج. الناس كلها قاعده كونفينينت، الناس كلها قاعده مرتاحه، مش محتاجين يبصوا لحاجه. رهيب. فالقصه كلها كانت عباره عن حاجه مبهره ليهم. الكات ووك ده او الفاشن شو اللي هو بيحصل، ان الدكتور بيتكلم براحته وبعدين ينزل لوسط الستيج بتاعته، دي قصه مختلفه خالص. الريلاكسيشن في ان هو يتعامل، وان هو ما بيفكرش ان هو يعمل ايه ولا بيبص حواليه، والدكتور اللي فوق شايف والدكتور اللي تحت شايف، دي قصص ثانيه خالص. احنا بنصور بست كاميرات، هو ما كان حاسس ان ده برودكشن اكتر منه يعني. فاحنا كنا حابين الموضوع ده. مفيش حد منهم ما كتبش ريفيوز، سواء كان على التويتر بتاعه او الانستجرام او الفيسبوك. ده مكسب كبير. فهم كلهم انبهروا بمصر.
ان هم بيشتغلوا طول عمرهم، فهم انبهروا بس بمصر وان التكنيكاليتي اللي موجوده في تنظيم الحاجات دي موجوده بشكل مختلف. انبهروا بقد ايه الدكاتره سو ايجر ومتحمسين جدا ان هم يتعلموا. انبهروا ان الناس كلها حابه انها تتعلم منهم. التفاف الناس، هم لما بيعملوا ورك شوب بره بيبقى عندهم 20 واحد 15 واحد دافعين وجايين لهم، لما يلاقوا في قاعة فيها 500 و600 واقفين طول النهار والليل مستنيينهم بس يتكلموا، وبيقعدوا لحد الدكاترة بيقعد لحد 9 بالليل تتفرج عليهم وهم بيشتغلوا. لا هم طبعا عندنا ريفيوز هايلة في الموضوع ده الحمد لله. الحقيقة شيء رائع جدا ما تم، وانا ليها اكتر من بعد، انا بيهمني جدا بعد السياحة العلاجية، بيهمني جدا سمعة مصر في الوسط العلمي، في الوسط العلمي ده مهم قوي، انه الناس دي بتمشي في كل حتة فبتقول انا رحت مؤتمر او رحت وركشوب في مصر لقيت الناس بتشتغل باحدث الاساليب، فاهمين احدث الاساليب، عايزين يتعلموا احدث الاساليب، عندهم مساحة مرضى ومساحة بوبوليشن عايزة تتعمل او تتعامل مع احدث الاساليب. يبقى احنا مواكبين العالم سواء في التعليم او في الاستخدام للاحدث. هو الاقوى من كده ان احنا اول اكاديمية على مستوى العالم للخيوط على مستوى العالم وسيرتيفايد من الاتحاد الاوروبي هي مصرية الطبع. مصرية الطبع، مصرية البورد، صحيح البورد بتاعنا فيه اجانب كتيرة بس يعني مصرية البورد ومصرية الفكرة نفسها. فدي اول اكاديمية وهتفضل طول العمر اول اكاديمية على مستوى العالم للخيوط مصرية المنشأ. اول اكاديمية بالظبط، مفيش حاجة هتيجي بعد كده تاني اكاديمية بالظبط. مبروك. الحقيقة انا سعدت جدا جدا بهذا الحدث، واحنا في توأمة كبيرة بينا وبينكم في نقل الحدث نفسه ومنتابع كل طبعا كل اللي مزعلني ان انت كنت انا طبعا سلام عليك ان انت عيان وما قدرتش تحضر الختام. لا كان نفسي طبعا اكون موجود، بس انا كان كل القاهره والناس موجوده وكل الكاميرات. لا انا كنت معاهم، لكن انا زي ما بقول لك انا الف سلام عليك يا ايمن. الله يسلمك، ربنا يخليك ونورتني، ومبروك والف مبروك وسعاده وطبعا تحيه لكل يعني المشاركين بقوه، كل شركائك المتميزين، كل اساتذتنا في مصر شرفونا بالمجي وشرفونا بالحضور وشرفونا بعلمهم، واحنا كنا اكتر من سعداء ان احنا نبقى موجودين وشايفينهم معانا واقفين على الستيج، هم اللي بيدوا الحاجه واحنا زي زمان وزي كل يوم بنبقى مبسوطين بيهم وهم بيدوا الحاجه. بلا شك شرف كبير للمصريين ان هم يتعاملوا مع العالم كله ندا بند في عالم البحث العلمي وفي عالم التجميل والتقنيات المرتبطه الحديثه به. في الان هنروح نشوف جزء مهم جدا جدا من فعاليات وكواليس مؤتمر من اهم المؤتمرات، وطبعا مؤتمر الاكاديميه الدوليه للخيوط، المؤتمر الدولي الاول ده مهم جدا جدا ان احنا نتابعه باستمرار ونقرا عنه ونشوف. طبعا صفحتكم على الفيسبوك اكيد فيها كل المعلومات وفيها كل هي الميزه ان الصفحه بتاعتنا موجود فيها، صفحه الاكاديميه موجود فيها اللايف شوز كله لايف بتاعت طبعا مش يعني الدكاتره هيبقوا مبسوطين اكتر بالفيديوهات بتاعتنا لان هي عباره عن كلها عن فيديوهات كل الترينرز بيدوا تريننج كورس فالدكاتره تقدر تخش وتتفرج على التكنيك الجديد وتقدر صحيح اللي كانوا موجودين حوالينا ومعانا وكل حاجه، لكن اللي مش ما يقدروش يحضروا هيلاقوا الفيديوهات دي موجوده على الصفحه بتاعت الاكاديميه. والله بيدخلوا اكتر الناس كمان غير الدكاتره. ما عندناش اعتراضات، انا قصدي الدكاتره يستفيدوا اكتر لانه كلام علمي. نبقى واقعيين يا ايمن، انا الاكاديميه دي معموله علشان يتدرب الدكاتره عشان تدي نتائج احسن عشان يفهموا الحاجات اللي هم مش واخدين بالهم من الناس صغيره، واحنا خدنا بالنا من حاجات ما كناش نعرفها بدايفرسي او تنوع الترينرز دي كلها، اكيد خدنا بالنا. فكلنا لما ناخد بالنا كده اهو، لو حتى احنا ما بنتكلمش على الكلاينتس بتوعنا، احنا كل ده عشان لما نروح عياداتنا نعمل لهم حاجه احسن. هسيبكم مع الدكتور حسام سيد تاني، بس هو بيتكلم من جوه الورك شوب يعني كالعاده دايما الدكتور حسام بقى في الورك شوب تلاقيه على طول هنا وهنا وهنا بيتحرك بسرعه بس الله. جميل الحمد لله نورتني يا ميرسي، مبروك والف مبروك. الله يخليك. ضيف العزيز القيم العلمي المتميز السوبر ستار جراح التجميل الدكتور حسام سيد كان ضيفي في الناس الحلوه، خليكم معنا. أنا دكتور حسام سيد مصطفى، استشاري جراحة التجميل وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة التجميل والمدرب الدولي المعتمد للخيوط الفرنسية ونائب رئيس الأكاديمية الدولية للخيوط. دي أول أكاديمية على مستوى العالم للخيوط. إحنا
الحمد لله بفضل الله احنا الأكاديمية عندنا النهاردة في الافتتاح بتاعنا عندنا 800 دلجة موجودين في الافتتاح، عندنا 1200 شخص مشترك، عندنا من 25 دولة أجانب ما شاء الله جايين يدوا التريننج بتاعهم او يدوا الورش العمل بتاعتهم للأكاديمية، واعتقد يا رب ان ربنا يكرمنا ان شاء الله في اليومين اللي جايين في الوركشوبس. اكتر حاجة بسطانة زي ما انت شايفين الاعداد كتيرة جدا والقاعة نفسها ما شاء الله مليانين، كل الوركشوبس كل قاعات الوركشوبس عندنا مليانة جدا، وتشيز ده حاجة محترمة جدا. دكاترتنا الجمال اللي عايزين يتعلموا لقوا الناس المهمة اللي هيعلموهم، واحنا مبسوطين جدا ان احنا كنا في الوسط، فربنا يكرمنا وان شاء الله بعد ما يخلص المؤتمر بتاع الاكاديمية بتاعتنا ان شاء الله هيبقى فيه ورش عمل تانية متفرقة على مدار السنة لحد ما يجي معاد المؤتمر الجديد ان شاء الله. My name is Dominique Malin and I'm CEO of SpringTread, the company with manufacturing this famous elastic thread. خيوط فرنسية دي خيوط فرنسية 100% لأنها مصنعة في ليل. هو جاي هنا اهو الأكاديمية عندنا لأن هو شايف إن دي حاجة قوية جدا وإن دي حاجة بداية للأكاديميات كتيرة من أكاديميات الخيوط اللي هتبقى موجودة في العالم. أهم حاجة في الخيوط الفرنسية مش بس قوة التصنيع وعظمة الخيط نفسه والذكاء اللي حصل في الخيط نفسه، لكن هو كمان في التكنيكس اللي بيتعمل بيها الخيط. هو شايف إن هو في معلومات كتيرة جدا بتيجي للدكاترة، بياخدوا تدريب على إيد أحسن 25 مدرب على مستوى العالم. I think there is a lot of people, a lot of industry, and I think it's getting better and better every year. And so I'm quite honored to be here, and it's my pleasure if I can share my experiences now with my Egyptian colleagues. هو أولا بيقول إن هو أي مؤتمر بيتعمل في مصر هو بيحب يجي. اولا لان هو بيحب مصر جدا، بيحب القعده في مصر جدا. ثانيا هو شايف ان المؤتمر ده من اللي هو شايفه ان هو ما شاء الله الدنيا بتتطور، بتزيد في الجروث بتاعها وفي التنوع وعدد الدكاتره والصناعه نفسها بتاع جراحات التجميل، وهو دايما بيامل للاحسن، دايما يامل ان هو يدي خبراته للاخرين عشان ده بيسعده اكتر طبعا. الناس طموحاتها زادت. نموذج رائع لجراح تجميل أفنى حياته في العمل الأكاديمي وعمل الكلينيكي والعمل الخيري. 40% من الستات اللي عندهم تساقط في الشعر عندهم مشاكل زوجية. التوعية النهاردة والكلام اللي قبل العملية بيمنع مشاكل كتير جدا بعد العملية. زراعة الشعر أصبحت شيء مطلوب، السبب في كده انه نتائجه بقت احلى. دور التجميل هو استعادة التناسق. السياحة العلاجية لمصر محتاجة دعم من الدولة عشان نقدر ننافس ونقدر نكون في موقع سليم احنا نستحقه فعلا. انا حاليا بنعمل اكتر من 90% من حالاتنا بطريقة الاقتطاف. كل الناس حقها انها تحلم انها تكون بشكل احلى. انك لما تشفط شويه دهون وتخرج منها خلايا جذعيه مباشره تحقنها من غير ما تزرعها وتستنى يومين ثلاثه، ده ما فيش فيه اي مشكله. وانا النهارده عرفت ان اللي قدامي دي عامله عمليه تجميل في الانف يبقى العمليه دي غلط. يعني ايه سكالب مايكروسكوبي؟ الترجمه الحرفيه ليه؟ تاتو طبي دقيق مايكروسكوبي زي القلم ده كده ما بيرسم. الست دي ما عملتش عمليه. دايما بنعلم الدكاتره حاجه مهمه قوي، if you know how to do it do it، if you don't know how to do it learn it، if you cannot learn it refer it.